جاءت هذه الندوة الصحفية في إطار اليوم العالمي لحقوق الإنسان وموازاة مع الإضراب الرمزي عن الطعام اللي غادي يخوضوا الصحفيين عمر راضي وسليمان الريسوني. حاولنا من خلال هذه الندوة أننا نسلطوا الأضواء على مستجدات هذا الملف وعلى بعض تفاصيله، وكذلك وجهنا نداء إلى الدولة أن الدفاع عن مؤسسات الدولة والدفاع عن حرمة القضاء والدفاع عن استقلالية القضاء والدفاع عن الأمن القضائي يمر حتما من أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، ومن أن يتم تمتيع هؤلاء المعتقلين بكل الضمانات الحقوقية، وأساسا حقهم في المتابعة في حالة صراح، حقهم في البت في القضية ديالهم في أجال معقولة. لسنا ضد أحد ولسنا ضد مؤسسات الدولة، وكنعتقد أن التحديات اللي كتواجه بلادنا كتحتم الإسراع بطي ملف الاعتقال السياسي وملف جميع معتقلي الحركات الشعبية. وكنعتقد بأن ما ركمته بلادنا من تضحيات ديال المناضلين، تضحيات الحقوقيين، وكذلك من ترسانة قانونية طيلة مراحل معينة، كفيلة بأنها تفتح الأفق على أجواء ديال الفراج حقوقي وسياسي يحتاجه البلد أمام التحديات المحيطة به. أستاذ قنديل ميلود، محامي هيئة الدار البيضاء، عضو هيئة الدفاع، سليمان الريسوني وعمر راضي، بخصوص التنبؤات المسار ديال الملفين معا هو يصعب عليا كدفاع، لكن المؤكد على انه من خلال مراجع امام المحكمه اعتقد على ان الامور تسير في الاتجاه الايجابي مصدريا في حقوق في حق كل من عمر راضي وسليمان الريسوني. قلتها واؤكدها على انه مراجع امس التحقيق لا يمكنني من خلاله الا ان اطالب بالمتابعه في حال صراح لهذين المغربيين. طبيعه الحال السيد سليمان الريسوني السيد قد تحقق انهى التحقيق معه بشان كل المتابعات التي صدرت في حقه، والملف الان هو بين يدي السيد الوكيل العام الذي ينبغي عليه ان يتقدم بملتمساته النهائيه. بعدها بطبيعه الحال سيتخذ السيد قد تحقيق قرارا بشان هذا الملف. بطبيعه الحال كثر السؤال عن التمديد الذي كان بشأن أقصد تمديد الاعتقال الاحتياطي، فأقول على أن هذا التمديد كان داخل الأجل وأنه إجراء سليم من الناحية المصدرية، إجراء سليم من الناحية المصدرية. فالحق للسيد قاضي التحقيق أنه يمدد على اعتبار أن الأجل المحدد للسيد قاضي التحقيق مصدريا هو لا زال لم ينتهي بعد. بخصوص عمر راضي تم الاستماع اليه في الشق المتعلق بالعنف الجنسي، تم الانتهاء اليه بعد جميع الاجراءات التي عرفتها هذا الجزء من المتابعه. بقي الجزء الثاني المتعلق بالجناح. بطبيعه الحال السيد قاضي التحقيق حدد تاريخ 24/12 للاستماع الى عمر راضي بشان هذه الجنحتين، وسيستمع له قد التحقيق وقد يقسم الملف الى شقين على اعتبار ان هناك مجموعه من الامور التي ينبغي ان تحدد في هذه في هذا الجزء من القضيه. فبطبيعه الحال هناك الملف الاخر المدرج جلسة 10/12 والمتعلق بالتقاط صور لشخص في دون إذنه من أجل المس بحياته الشخصية، وهذا الملف راه تعلمون على أنه متابع فيه كل من عمر راضي وسليمان عماد ستيتو وهناك صحفيين من جريدة شوف تي في. هذا ملف مدرج جلسة 10/12 أي بعد غد أو غدا عفوا بالمحكمة.
تيقول اللي بغا تيعبر على رايو كيقول اش تيطلب منا تنطلبوا منه شنو كاين والى اخره. هو تيقول مرتاح وتيقرا مزيان بزاف والى اخره، ولكن ما اللي كيعاني منه هو هذه العزله. قلتها قبيل العزله، لانه ما يمكنش واحد ما يهضرش مع شي واحد وتيطلب غير يجمعوا مع سليمان، يجمعوا مع سليمان غير في لا برومناد ماشي في لا سيلي ميم، غير في لا برومناد ديك الساعه عندهم ساعه في النهار ديال تيخرجوا من الزنزانه يتلاقاو ويهضروا الى اخره. هذه القضيه هذه مازال ما حتى الاداره السجن كتقول الامر يتجاوزوها، وحنا كنتمناو انه هذا هو اللي كاين. رسالتك للجهات او المسؤوله ينهيوا هذا الشيء ويطويوا هذه الصفحه، راه ما عطات والو، لا ما ربحوا منا والو، هما اللي تفضحوا فضحوا راسهم وفضحوا الدوله بهذه المقاربه هذه الامنيه. حنا ما محتاجينش لهذا الشيء هذا، حنا بدينا واحد الوقت 98 كانت عندنا واحد 50 من 98 الفوق شويه بدينا كنتحركوا هكذا وكنقولوا مفهوم جديد للسلطه، وفينا هذا المفهوم جديد للسلطه. الان كاينه رده واحد التراجع خطير جدا وخانق، وهذا الاستهداف هذا ديال دابا كاين واحد الجيش مهم جدا ديال الشباب اللي امتهنوا هذه المغامره ديال العمل الصحفي، كتخلعهم يعني بحال اللي خايفين منا، خصهم يحبسوها. الناس كيبغيو يعبروا، باغيين ينتقدوا، باغيين يخبروا، باغيين يشتغلوا، وحيت الدوله ما بقاتش تشغل حد، هما قفضوا على يديهم وبداو الشباب تيخدموا، في الاخر كتلقى لهم انت كتقول لهم لا ما تخدموش، الى درجه ان الناس ولاو كيحسوا بانه خايف يقول شي حاجه ولو تدوينه ما بالو كي يكتب واحد مقال تحليلي ولا شي حاجه هكذا ولا مقال ديال الراي ويخاف على راسه. شنو رسالتك لعمر؟ شنو كتقول لعمر؟ عمر كنقول له انا معاك، عمر كنقول له انت انا معاك في التفسير، انت على حق، عندك الحق، داكشي اللي كدير عندك الحق. بخصوص الخطوات اللي غادي تجينا خطوات اخرى اكثر من هذه غاتجي، ما غانسكتوش حنا حتى يخرج نقدروا نديروا وقفات، نقدروا نديروا مسيرات، نقدروا نديروا عرائض جديده، عندنا عرائض ديجا جوج ديال العرائض من اكبر العرائض بالالاف، وغتكون عرائض اخرى، غتكون عرائض اخرى. ماما عمر بخير بخير. لا ماما عمر قلت مشكله عندها توحشت ولدها، انت عارف ما يمكنش نبقاو نكذبوا نقولوا كذا واحد ما يعياش واحد ما لا. قلت انا كما قلت قبيل عمر في الصوره ديال التليفون ديال الفاتحه في ليكرون، قلت كطفي التليفون في الليل كيبان لها عمر كتبكي، وفي الصباح ملي كتشعلوا كيبان لها عمر كتبوش ليكرون كتبكي، يعني مشكله عندها كاينه، كنعانيو من الجانب هذا. اما انا لا ما عنديش، انا بحال عمر. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.